هالو everybody، مرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في حلقة جديدة من منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني تمريض، وإن شاء الله نبدأ مع بعض الوحدة الثالثة بعنوان Sense of Humor. إحنا طبعا بقالنا وحدتين بنتكلم عن حاجات طبية، كنا اتكلمنا عن فلورنس نايتنجيل، واتكلمنا عن بعد كده اتكلمنا عن ديسكفري اوف بنسلين. ان شاء الله النهارده نتكلم على واحده يعني سايكولوجي شويه، يعني واحده نفسيه شويه، اسنس اوف هيومر، يعني زي ما بيقولوا كده روح المرح. العنوان طبعا ايه المقصود بروح المرح؟ مش المقصود دي بس الضحك، ان احنا نضحك وخلاص، خفه الدم، فاهمين، الابتسامه الكويسه دي ذا ability اوف لاف، يعني القدره. بيقول هنا المين بوينتس برضو يا جماعه، بيقول لي الابيليتي اوف لاف، قدره على الضحك، ده از ذا اونلي وان كواليتي، يعني هي الميزه. كواليتي هنا معناها الميزه اللي الوحيده المنفرد بها، ديستينجوش اس فروم انيمالز، يعني هي بتميزنا، ديستينجوش اس فروم انيمالز، يعني القدره على الضحك هي الميزه الوحيده الفريده اللي بتميزنا عن الحيوانات. يعني احنا مش نشوفش اسد او نشوف مثلا زرافه او قرد بيضحك، مع ان القرد ده بيخلينا نضحك، بيعمل حركات كده، لكن مش هيعرف يضحك. ما شفناش حيوان بيضحك، مع ان في حيوانات جميله جدا وشكلها جميل جدا، وفي حيوانات بتعمل حاجات تخليك تضحك، لكن هي ما بتضحكش. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا بالصفه ديت، ان احنا نضحك، والتعبيرات جسمنا او وشنا ده مليء بالتعبيرات، وجسمنا مليء بالجسترز، الايماءات والتعليق والشكل بتاعنا بيقول ان احنا ممكن تحس ان ده زعلان وده فرحان. ده يعتبر من الحاجات او الميزه اللي بتميزنا عن الايه؟ الحيوانات. Laughing means making sound. ايه تعريف الضحك؟ يعني الجماعه بتوع علماء النفس بيقولوا الضحك ده عباره عن ايه؟ انك انت بتصدر صوت، making sound، بتعمل صوت with your voice، يعني بتصدر صوت بطريق صوتك انت. عشان كده بنفرق ما بين الفويس والساوند. الساوند النتاج بتاع الصوت، دايما كانوا يقولوا ايه هو الساوند ده، يقول لك صوت آلة. طيب والفويس ده صوت بني ادم، حلو قوي. طب ما انا احيانا ممكن اقول على صوت البني ادم ده الساوند. ايوه، الفويس اللي طالع، الساوند ده النتاج بتاع الكلام بتاعك، ده الساوند بتاعك. ففويس احنا بنقول ان الجسم بتاعنا بيصدر، او سوري، احنا بنعمل صوت بصوت بتاعك with your voice when you see or hear something funny. لما حضرتك بتعمل حاجة او تشوف حاجة حلوة او شيء مضحك فبتضحك، وكل واحد بقى له ضحكة مميزة ولا ايه. طبعا في فرق برضو ما بين السمايل واللاف، يعني الابتسامه واللاف. الابتسامه وشك بينفتح كده وتلاقي نفسك بتبتسم، فدي اسمها ايه؟ ايوه كده، اسمها ابتسامه. لكن الضحك هتعمل صوت، ويعني ده دليل ممكن يكون على السعاده، دليل على الارتياح، دليل على الانبساط، دليل على الشيء الممتع والفاني، ماشي. We all share the ability to laugh. هو ده بقى الحتة اللي احنا كلنا ايه، اللي هم السياسيين وكل العالم ما قدرش يجمع الناس على حاجة، اللي هي ايه، نعمل ايه، شير، القدرة على شير. شير يعني ايه؟ شير يعني نجمع، ويقول شير يعني كلنا نشارك القدرة على الضحك، ودي تعتبر من المميزات اللي بتجمعنا سوا. ازاي؟ لا لغة، اللغة ما بتأثرش، الديانة ما تأثرش، نقول السن ما يأثرش، ما فيش أي عوامل اللي تأثر على البني آدم إن نقول مش هيضحك. الطفل بيضحك والست بتضحك والراجل بيضحك، وكل واحد فينا سواء منصب كبير أو منصب عادي كلنا بنضحك. اللغة ما بتفرقش، ما شفناها. أنت ممكن تقول حاجة الأجنبي يضحك وأنت تضحك، بالشكل، مش لازم يكون بإيه، مش لازم يكون بالكلام. يعني انت لو عملت اي تصرف ممكن الاجنبي لغه غير لغتك يضحك. فاحنا هنا بنقول وي اول شير ذا ابيليتي تو لاف. انا بحاول افسر شويه
واقف في نقط معينه عشان افهمك الوحده بتتكلم عن ايه، انما اللغه معاك واحنا كاتبينها وانا كاتبها لك باسلوب مبسط مش هتتعب يعني فيه. لافتر ديبنس، احنا احيانا هنقول في الوحده دي لاف ولافتر ويومر، هتسمعوا كلمه يومر دي كتير. فاللافتر الضحك برضو ديبنس اون سينس اوف يومر، يبقى انا هضحك ايه؟ هضحك من زمان كده من باب الطاقه يعني من كده على طول مش هينفع، واحد قابلته بيضحك كده يقول لك مجنون. يعني لو قابلت واحد في الشارع عمال يضحك مع نفسه، ما ايه ده حصل له ايه ده في حاجه؟ تمام. انما لو قلت له حاجه او شاف حاجه وانت شفت حاجه بتضحك، فيبقى سنس اوف هيومر يعني روح الدعابه. روح الدعابه دي ممكن بكلمه، ممكن بنظره، ممكن بحركه، ممكن باي تصرف عادي جدا ممكن تضحك. فالضحك يعتمد على روح الدعابه. لافتر مي تيك فارايس فورمز، احيانا بتلاقي الضحك له اشكال مختلفه، مش احنا قلنا كده؟ ممكن الضحك برضو اطلقوا عليه اللي هو مي بي سيكريت، يعني تضحك وتروح عامل كده ايه ومداري ابتسامتك بس في جسمك عمال ايه يتحرك كده، فده بيسموه السيكريت لافتر، يعني بيسموه الضحك السري اللي هو انت محدش بيحسس بيك. وفي الفيري لاود الضحك العالي، طبعا احنا من الشخصيه الصوت بتاعنا ما يعلاش قوي في الضحك، مش من سمات الانسان يعني نقول الشخصيه المتزنه ان صوته يضحك وان الصوت يعلى في الضحك، لكن ممكن ابتسامه لطيفه برضو ده دليل، مش لازم يعني شده الصوت والضحك العالي دليل على سعادتي، لا ممكن اضحك بطريقه لطيفه ظريفه تكون سيكريت عشان دي برضو تكون كويت اند سيكريت يعني. انما هو الراجل بيقول هنا في الكتاب عندك انه اللافتر ممكن يكون شكله سيكريت كويت اور فيري لاود، يعني هادي وسري في السر كده. هلا ده انت ممكن يقول لك انا بضحك من قلبي، مش لازم يكون الصوت عالي يعني بتاعك، لكن جواك ما بتضحك، وده طبعا حاجه كل انسان بقى حاسس بالانر فيلينج بتاعته المشاعر الداخليه بتحس بها، يعني ممكن يكون الضحك مكتوم جواك مش عارف تظهره، بس هو قال لك اعمل صوت، يعني هو برضو تعريفه الواضح ساوند عشان يكون لافينج. بصوا بقى ايه وظيفه الهيومر، يعني روح الدعابه ديت إيه بتعمل لنا ايه في حياتنا؟ اولا روح الدعابه او المرح help us to maintain correct sense of values، دي مهمة جدا. حتة المرح اللي احنا بنقول عليه مثلا انسان يكون مبتسم دايما وشه مشوش ومرح كده، ده بتحافظ منتين يعني بتحافظ على حتة القيم، روح او احساس بالقيم المناسب. يعني احنا عارفين ان في عندي values good values و bad values، واحنا دايما نقول على good values احسن، ليه؟ قيم حلوة زي الشجاعة زي الإصرار زي الإصرار زي التفاؤل، الكلام ده كله ده بيسموه الجود فاليو. في صفات تانية مش حلوة مش عايزين نكتسبها الباد فاليوز، قيم سيئة ما بنقولش برضو حاجات وحشة زي مثلا انفي الحسد الهاتريد الكراهية مش عايزينها دي، الاجريشن العدوانية. لكن اللي عنده روح دعابة دايما واللي بشوش واللي حلو كده ويقابل الناس بابتسامة كده تبسمك في وجه أخيك صدقة، تمام، ده بيخلي الانسان عنده الفاليوز بتاعته معتدله ما يشيلش جوه. اتس ذا وان كواليتي ويتش بوليتيكال فاناتكس، جماعه الفاناتكس المتعصبين السياسيين اللي هم احزاب او دي مش عندهم. انت عارف لو عندهم الحته دي يبقى كله بيتعاون مع بعض، لكن هم دايما تلاقيهم ما عندهمش حته الهيومر دي يفشلوا فيها. انت ممكن تأيد او تلاقي مثلا حزب معين له لو فاناتكس كتير المتعصبين او اللي هم مؤيدين له لكنه مش كلهم. دي بقى اليومر تجمع الناس دي كلها من كل الاجناس ومن كل قلنا الاحزاب، مش احنا قلنا ان ما بيفرقش. It is the one quality which political fanatics appear to ايه؟ ها؟ انه بيفشلوا في ايه؟ بيفشلوا في حاجه زي كده. If we can see the funny side، دي مهمه جدا. يعني بيقول لو احنا شفنا الجانب دايما المشرق الفاني التشيرفول، لو انت شفت في الشخص اللي قدامك دايما الفاني سايد شوف الوجه المشرق عنده مش المضحك يعني الشيء الكويس عنده. We never make the mistake of talking ourselves too seriously. ليه؟ We never make the mistake، عمرنا ما هنرتكب خطأ taking ourselves too seriously، يعني لن يعني نجعل او نصنع ونرتكب اخطاء تكون شيء من الخطوره بعد كده. الانسان يكون لان انت متنرفز انت متضايق ده كله بيأثر.
We love because we are mean to love. دي مهمة جدا بقى. الضحك ده ما بيجيش بالصدفة، يعني by accident، لازم يكون له سبب. فعشان كده بنقول we can't laugh all the time، ما ينفعش نضحك طول الوقت. أنا نفسي أضحك دلوقتي، مش هينفع تضحك كده. لازم يكون we mean to laugh، إحنا اللي عايزين نضحك. أحيانا يكون واحد بيقول لك على حاجة عايز تضحك فتضحك، لأنك أنت عندك الـ ability إنك تضحك. يعني you have the desire to laugh now، انت عندك الرغبة، المود بتاعك بيقولك تضحك. لكن ممكن نفس الشخص ونفس الموقف وكل حاجة واتقالت لك وما تضحكش. ليه؟ لأن المود بتاعك مش مظبوط النهارده. في عندك حاجة اسمها باد مود، يعني you don't have the desire، مالكش الرغبة انك تضحك. فهي عملية كلها مع بعضها كده بتايه متكاملة جوه الإنسان، المشاعر كلها feelings. فاللاف نقدر نقول الاوتبوت بالظبط كده. ايوه، يعني نقدر نقول ان الضحك ده هو يعتبر المخرج بتاع الحاله النفسيه اللي جواك. ممكن يكون المسبب يخليك تضحك، لكن انت ما عندكش الاوت بوت، ما عندكش الديزاير انك تضحك. ف وي كانت لاف اول ذا تايم. A sense of humor is associated with laughter. طبعا احنا لسه قايلين من شويه ان انا اتنين مرتبطين ببعض، روح المرح مرتبط بالضحك، صح؟ يعني لما اشوف واحد بيضحك يبقى ده خفيف، ده خف الدم عنده يعني، ولا ايه؟ تمام. ودي سمه من سمات الشخصيه المتزنه، ان الانسان يكون عنده سنس اوف هيومر. مش طول الوقت لازم الانسان يكون برضو النقطه عنده متوازنه، مش طول الوقت عنده سنس اوف هيومر، لازم يبقى جد شويه في امور. ما ينفعش في الشغل وفي الامور مثلا في شغل مهم وحاجه عندي اقلبها هزار، سنس اوف هيومر ما ينفعش، لان الشخص اللي قدامك مش هيخلي باله من النقطه دي، مش هيحس ان الموضوع سيريس. اللافتر انترن يعني بدوره، وبالتالي او الضحك بدوره اسوشيتد وذ هابينس. ودايما تلاقي الضحك ده مرتبط بصفات يا ريت نكتسبها كلنا سوا، الهابينس السعاده. لما تشوف واحد بيضحك تلاقي عنده تحس ان هو سعيد. ومع ذلك يقول لك ايه، في مثل كده بنقوله مش عارف مظبوط ولا لا، اللي هو شر الباليه ما يضحك. لا، ده بيبقى ساركزم، بيقولوا عليه التهكم والسخريه، مش ضحك. ده في فرق بين اللافتر والساركزم اللي هو التهكم، انك انت متريق على وضع معين فمن كتر النقد بتاعك بتبتسم ضحكه كده بتبان، حتى مش ضحكه سعاده. لكن اللافتر اسوشيتد ويز هابينس، مرتبط بالسعاده، مرتبط بالكارج الشجاعه، مرتبط بالديترمينيشن طبعا، مرتبط بالاصرار والعزيمه. الانسان لما يكون دايما عنده سنس اوف هيومر او عنده لافتر، يعني عنده الخصله دي، تلاقي في جوه المشكله وفي يقولوا عليه في يعني حاجه خطيره جدا، ودي وتلاقيها يا جماعه في ايه وعمال يبتسم كده، فده يبقى راجل عنده ديترمينيشن، هو بيفكر معاك بس مش متنشن. ذا سنس اوف هيومر از هيومن. الله على الجمله دي، انا اخترتها زي ما قلت لكم، انا عملت المين بوينتس للدرس بتاعنا عشان اركز في النقطه دي، بختار الجمل الحساسه شويه. بيقول لي روح الدعابه دي تعتبر هيومن، يعني ناحيه انسانيه غير مصطنعه تماما. ما انا قلت لك الانسان مشاعر، الحيوان ما عندوش مشاعر. ممكن تلاقيه انت مربي عندك حيوان اليف معاك وبيحبك وتحبه، بس حته الفيلينج عنده هو اكتسبها من خلال تربيتك له. لكن الفيلينج دي روح الدعابه دي مش موجوده في اي حيوان، فهي انسانيه بحته، ربنا ميزنا زي العقل كده. فلو قلنا ان if happiness is one of the great goals of life، فلو قلنا يا جماعه ان كلنا بنبحث عن السعاده، فدور بقى على السعاده معاك حضرتك، فتش. وكنا يعني بنقول ان الهابنس لها فروع كتيره وطرق كتيره. في واحد بيلاقي الهابنس في الماني، في واحد بيلاقي في البوزيشن مكانه اجتماعيه، في واحد بيلاقي الهابنس في الهيلث. كل واحد حر الهابنس، انما المساله كلها الهابنس مرتبطه بحاجه اسمها ساتسفاكشن، يعني الرضا باللي انت معاك، فده بيبقى هابنس. فلو بتدور على الهابنس دور على الكي. يعني ايه الكي؟ ايوه، ندور على مفتاح السعاده. ايه مفتاح السعاده؟ سنس اوف هيومر، روح الدعابه. وانت بقى خدها زي ايه حضرتك ما تفسرها، سنس اوف هيومر، روح الدعابه دي في اي موقف كان قبلك، موقف شده، صعوبه، في اي شيء معين، لازم يبقى عندك سنس اوف هيومر، تقبل كل ما هو يحب. الاسئله بتاعتي طبعا مهمه جدا، اسئله يعني هتلاقوها كتير شويه. What is the thing that distinguishes us from animals، ايه الشيء اللي بيميزنا عن الحيوانات؟ طبعا سنس او ذا ability تو لاف distinguishes us from animals.
اللي هو سينس اوف هيومر، القدرة على الضحك، هو اللي بيميزنا عن الحيوانات. ما هو اللافتر؟ واتس لافتر؟ تعريفه اللي هو ميكينج ساوندز وذ يور فويس وين يو سي سمثينج فاني، هو انك انت تعمل صوت بصوت حضرتك يعني، وين يو سي سمثينج فاني، عندما ترى شيء مضحك. طيب وات داز لافتر ديبند اون؟ على اي شيء يعتمد الضحك؟ بيعتمد على سنس اوف هيومر طبعا، روح الدعابه. وات داز هيومر هيلب اس تو دو؟ طب المرح ده بيساعدنا في ايه؟ ده بيساعدنا في حاجات كتير، ان احنا هيلب اس تو مينتين ا سيكريت اوف سنس اوف فاليو. برافو عليك. طبعا هو بيساعدنا على الحفاظ على زي ما يقولوا روح القيم اللي عندي، تحتفظ بالقيم اللي عندك. طيب هو ليه بيقول لي why is the sense of humor considered the most important quality of man؟ ليه نعتبر روح الدعابة أو المرح هي من أهم صفات الإنسان؟ فعلا أنت في أي وظيفة بيحط لك تيست كده صغير يشوفك أنت، أقول لك العامل ده أو الموظف ده أو الكانديديت المرشح ده، من ضمن الحاجات اللي تتاخد عليك sense of humor، مش كشري، مش معقد، عندك روح الدعابة، لأن ممكن تتحط عليك لودز كتيرة يعني ضغط شغل، فهتتصرف ازاي؟ هتتنشن الدنيا كلها. فطبعا السنس اوف هيومر ده از هيومن، زي ما نرجع للسؤال تاني بيقول لي ليه بنعتبر اهم صفه للانسان؟ لانه السنس اوف هيومر از هيومن، هو صفه انسانيه بحته. السؤال بسيط، كان انيمالز لاف، هل ممكن الحيوانات تضحك؟ طبعا لا. لافينج ديستنجوشز اس فروم انيمالز، دي الصفه اللي قلنا عليها بتميزنا عن الحيوانات، مش هنعرف مهما نقول لها 100 نكته ولا نعمل لها اي حاجه مش هتضحك، مش ممكن. When do people laugh؟ متى نضحك؟ متى يستطيع الناس الضحك؟ لما يحبوا يضحكوا. أهو when they see something funny، حتى إحنا بنلوم بعض على الحتة دي، يعني النهاردة زي ما بيقولوا مبسوط قوي، طب ما إحنا إمبارح، إشمعنى إمبارح ما كنتش بتضحك معانا؟ النهاردة مبسوط ليه؟ هو عايز يضحك يا سيدي. صح ولا غلط؟ كمان لما when they see something funny، عندما يجدوا شيء مضحك. ليه اللافتر إز يونيفاينج فورس؟ برافو عليك، دي مهم جدا. يا ريت يا جماعة نخلي بالنا من النقطة دي. بيقول الضحك ليه بتعتبر قوة موحدة؟ يعني تتآلف بها القلوب وتتآلف بها الناس. أيوة طبعا، لما بتبتسم لأي واحد هو حتى زعلان منك أو أنت زعلان منه، خلاص اتصالحنا. الابتسامة دي معناها أنا اتصالحت معاك، خلاص مش لازم اعتذارات ولازم ولازم والكلام ده، خلاص الابتسامة كفاية والضحك كفاية. Because we all share the ability to laugh، يعني عندنا مشاركة أو نشارك بعض في القدرة على الضحك. طيب do you think we can laugh all the time؟ هل ممكن يا شباب ان احنا نقدر نضحك طول الوقت؟ يعني كده براحتنا نخلي نص ساعة في اليوم ضحك عشان نفرفش كده ونخلي المود بتاعنا حلو؟ لا طبعا، we can't laugh all the time. شوف حتى لو انت ايه، لازم الاول ان مش طول الوقت نضحك. because we laugh when we are mean to laugh. انتوا عارفين لما يكون واحد عنده مثلا depression، يعني شيء من الكآبة او متضايق شوية، يقول لك ايه انا عايز اشوف فيلم كده كوميدي. هو هنا لما عايز يشوف الفيلم الكوميدي، ايه الانتنشن بتاعه؟ ايه نيته؟ عايز يضحك، يبقى هيضحك. يبقى هو، ما هو عمل ده ليه؟ عشان يضحك، خلاص يبقى الاجابه مظبوطه هنا. ليه احنا دايما بنقول، نرجع للسؤال تاني، do you think we can laugh all the time؟ لا، ما نقدرش نضحك طول الوقت. ليه؟ لان احنا بنضحك. we laugh when we are mean to laugh، عندما نعني ان نضحك، عندما نقصد ان نضحك، عندما نريد ان نضحك. طيب بالنسبه بقى للجرامر، دي نقطه مهمه جدا. احنا عندنا تركيبه مهمه في اللغه اسمها الباسيف فويس، اللي هو تركيبه المبني للمجهول. فانتهينا دلوقتي للجزء الاول من الوحده، هننتقل لجزء الجرامر. الجرامر بتاعي فيرب تو بي باسيف فيرب فريز. يعني ايه الجمله دي؟ يعني ايه؟ يعني هنجيب النهارده ان شاء الله يا جماعه تركيبه فيرب تو بي اللي هي ام او از او ار او ووز او. يعني كلمه، يا ريت معانا كده ورقه وقلم وبنكتب بي دي، تفرعوا منها بالظبط كده خمس شرط كده. تقول لي ام، كتبنا يعني، حط سهم كده عندك، اكتب بي عندك في الورقه وحط ام قصادها شرطه، ها از، ها ار، تمام، بعد كده ووز، بعد كده وير. ادي معنى كلمه بي هنا. بس طبعا هنستخدم البي بس هنا عشان نعمل مبني المجهول. طب هنعمله ازاي في الجدول الجميل اللي انا عامله لكم؟ في البريزنت سيمبل طبعا المضارع البسيط هو الفعل، بيكون اندز ويز اس او اي اس او اي اس او الانفينيتيف. ممكن يكون المضارع البسيط اخره اس اي اس اي اس، ما اخروش حاجه، انفينيتيف.
فانا انا عايز احول الجمله دي مبني المجهول. يعني ايه؟ يعني انا هحول الجمله دلوقتي يا جماعه، ابدا بالاوبجكت. هبدا بايه؟ الاوبجكت. انا كاتب في اول خانه اسمها ايه؟ السبجكت، صح؟ ايوه، ما هو الجديد، ما ده السبجكت الجديد اللي احنا عندنا في العربي بنسميه نائب فاعل. يبقى السبجكت المقصود بيه مش هو اللي قام بالجمله هنا، اللي قام بايه؟ او اللي وقع عليه الحدث. فلو انا عايز اقول I am not seen by Mona، اللي انا قلت لكم عليه فيرب تو بي ام از ار للمضارع، ام از ار اهو المربع الثاني فيه بي ام واز وار. طيب لو عايز انفي اقول نوت، I am not seen by Mona، هل معناه ان انا اللي ما شفتش منى او اللي منى ما شافتنيش؟ اه صح، نعكس الجمله، منى ما شافتنيش، يعني انا لم ارى بواسطه منى. طب لو قلت I am seen by Mona، يعني منى اللي بتشوفني ولا انا اللي بشوف منى؟ لا، هي اللي بتشوفني، انا الاوبجكت برضه. ليه؟ لان التركيبه بتقول كده، ام سين، غير لما اقول اي سي منى. اي سي منى يبقى انا اللي بشوفها. طب اي ام سين باي منى، يبقى منى اللي بتشوفني، خلوا بالكم. طيب لو جبنا هي او شي او ات، يبقى از نوت سين باي منى، نفس المثال. يبقى هو معناه مثلا لو قلت هو هي از نوت سين باي منى، يعني هو ما بتشافش بواسطه منى، يعني منى ما بتشوفوش، صح ولا ايه؟ او ان هو مثلا عايز اقول عكس، لو انا قلت بقى ايه، هي دازنت سي منى، هو ما بيشوفش، هو اللي ما بيشوفش. فانا لو جبت ام او از او ار ذات باست بارتيسيبل بيرفكت فورم، البيرفكت فورم ده اللي بنسميه البي بي بقى، من التصريف الثالث من سي، من سين او سي سو سين، جبت سين. طيب وي او يو او ذي بيبقى ار نوت سين باي منى برضه، يعني لم ارى بواسطه منى. يبقى احنا لو جبنا البريزنت سيمبل يبقى هنجيب ايه بقى؟ ام از ار زائد الباست بارتيسيبل. طيب في الباست تنس بعمل ايه يا شباب؟ في الباست تنس بجيب الاي، نفس الكلام ده الاوبجكت، وبعدين ووز للمفرد، هي اي او هي او شي او ات للمفرد ووز، والباست بارتيسيبل اللي هو ايه؟ سين باي مونا. يبقى معناها اي وزنت سين، يعني انا ما اتشفتش بواسطه مونا. اي وزنت سين باي مونا. طب اي ووز سين باي مونا، يعني انا اتشفت بواسطه مونا، يعني مونا سو مي. ادي معنى الجمله. طبعا عن وي واليو والذي بستخدم وير نوت سين، وير نوت بس. طيب نحاول بقى الجمل دي مع بعض، يا ريت ورقه وقلم معانا كده. تمام، هنحدد. عايز احول الجمل دي كلها، يجي لي سؤال في الامتحان بيقول لي تشينج ذا فولوينج انتو باسيف، يعني حول الجمله دي للباسيف، بين قوسين اعمل لك باسيف، حط باسيف في امتحان اخر السنه او نص السنه. مستر احمد تيتشز اس، تمام، اعمل باسيف. ادور عليه اول حاجه، نمبر 1 ادور على الاوبجكت، فين المفعول اللي هو وي ياخد مكان احمد، يبقى نبدا بوي او مكان اس تبقى وي. لو انا شلت كلمه اس دي وحطيتها في الاول تاخد وي على طول، يبقى وي. تمام، اشوف الفيرب ده مضارع صح، يبقى يا ام يا از يا ار، الوي بتاخد ايه؟ ار، مظبوط، يبقى وي ار. الباست بارتيسيبل بقى من تيتش توت، اللي هي تي اي يو جي اتش تي، طبعا باي مستر احمد. يبقى الاجابه كلها على بعضها وي ار توت باي مستر احمد. نمبر 2 كده منفي، مستر احمد doesn't teach us، ما بيدرس لناش، يبقى وي ننفي بقى ار نوت، هناك كان ار، لا هنا ار نوت، يبقى شيلنا doesn't، يبقى ار نوت توت باي مستر احمد، مظبوط. تمام، طبعا مثالين اللي هم نمبر 3 و4 زي نمبر 1 و2 بالنص كده، يعني ذم هتبقى they، يبقى they are examined by the doctor. طب والثانيه هيبقى they aren't examined by the doctor. نمبر 5 she remembered her friend، يعني هي دايما افتكرت اصحابها. يبقى her friends دي باست ولا بريزنت؟ تمام، سامعكم، باست طبعا. her friends ده بلورال ولا سينجولار؟ تمام، بلورال جمع طبعا. يبقى where her friends were remembered by her. by her طبعا الشي هنا رجعت ورا الايجنت، يبقى الشي ترجع هير ورا. مثال بعده she didn't remember her friends، يبقى her friends هننفي، يبقى didn't remember هتبقى her friends weren't remembered by her. طبعا نمبر 7 my mother cooks lunch، يبقى lunch is cooked by my mother. نمبر 8 اللي هي my mother doesn't cook lunch، يبقى lunch هننفي طبعا، يبقى isn't cooked by my mother. اخر حاجه طبعا عندي في الوحده ان شاء الله، بيقول لي sense of humor، it is the sense of humor، انه روح الدعابه that provide the key of laughter، التي تكون مفتاح الضحك. والضحك بدوره، تمام قدامك على الشاشه، والضحك بدوره يبين
كم نحن سعداء، يبين كم نحن سعداء. انتوا طبعا قدامكم على الشاشة فبنترجم انتوا عربك على طول. وأيضا يعتبر من الأهداف العظيمة للحياة ويؤدي إلى السعادة. طبعا بكده يبقى انتهينا من يونت 3، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع يونت 4 بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.